واتس اب يوتيوب، معانا معاكم فيديو جديد على قناه ديجيتال كتب. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب للشانل عشان يوصل لك كل جديد. لو انت حابب تشتغل معايا سيب لك تحت لينك الحساب بتاع الانستجرام تبعي اسفل الفيديو ورقم الواتساب اسفل الفيديو، تقدر تتواصل معايا ونتفق على الشغل والسعر هناك. تمام، فيديو النهارده جاي اقول لكم ايه المعدات المطلوبه اللي انت تقدر تبدا بيها كهوم ستوديو عندك في المنزل. انت تفتح استوديو عندك في البيت، والمعدات كويسه جدا وهتطلع كواليتي برضو هتفيدك وكل حاجه هتبقى تمام معاك. اول حاجه انت اول حاجه طبعا هتحتاجها اللي هو جهاز كمبيوتر، ما تقلش عن، حاول اللي انت ما تقلش عن 8 جيجا رام عشان ما تحسش ان الجهاز بيبطئ وكده، وهيفيدك الموضوع جامد جدا بحيث ان مش هتلاقي بطء في البرنامج. وغير كده اهتم بالكيسه، يعني مثلا البروسيسور حاول تجيب كور اي 5 من كور اي 5 لكور اي 7، وحاول تجيب يعني حاجه نظيفه برضه في كارت الشاشه لان ده هيفيدك وانت بترندر الميوزك من البروجكت عموما. والهارد حاول تجيب مساحه كويسه عشان ما تحتاجش كل شويه تجدد هارد، ان كل ده برضه بيسبب مشاكل بعدين. يعني الهارد لو انت جبته 500 جيجا، لكن مثلا لو جبت اقل من كده فانت مع الوقت هتحتاج ان انت تغير هارد. فبعد الكيسه هتيجي طبعا تحتاج سماعه هيدفون زي كده، او ممكن ما تبداش بحاجه زي دي، ممكن تبدا مثلا بالسامسونج سي ار 950 او سامسونج سي ار 850. يعتبر انا بدات بالسماعه اللي هي الهيدفون الصغيره او ديت اللي هي بتاعه التليفون، فانت ممكن تبدا باي حاجه. بعد كده بقى تطور، جبت سماعه تانية اعلى شويه اللي هي بتاعه الجيمنج، الكلام ده كان زمان قوي بقاله اكتر من سنتين، وبدات اشتغل عليها لحد ما ربنا كرمني وجبت سماعه الاوديو تكنيكا. تمام، فانت حاول اشتغل باي سماعه طبعا معاك، تمام، لان انت كارت الصوت هتحتاج طبعا كارت صوت عشان الكواليتي. بس طبعا كل ده مش في البدايه، يعني ده بعد مثلا انت تبدا باي حاجه قدامك، بعد كده ما ربنا يكرمك تبدا بقى ايه تشوف خطوه كارت الصوت اللي انت مثلا تجيب كارت صوت عشان يحسن لك جوده الاخراج وتسمع البروجكت كويس. تمام، وبعد كارت الصوت على حسب انت لو عايز تنتج كتسجيل تراكات فانت هتحتاج تجيب مايك. طبعا اكيد مش هقول لك ابدا بمايك رود ان تي 1 اي، بس تبدا بجي تراك، تبدا بسامسونج. في مايكات برضو كويسه ومش وحشه، وفي رود ان تي يو اس بي، في حاجات كويسه. بعد كده تحتاج سماعات المونيتور، بعد كده تحتاج سماعات المونيتور على حسب، ممكن تبدا انصحك طبعا بالبريسونس، انصحك تبدا بيها حوالي عامله 2.5 في مصر هنا، وجودتها كويسه جدا، في ناس كتير بتشتغل بيها بره. ومع الوقت بقى تبدا تطور، بعد مع الوقت تبدا تجيب روكت، بعد ما تخلص الروكت مثلا انت حابب تطور اكتر في ليفل اعلى تخش في اليامها، على حسب بعد اليامها حسب برضو انت بتحب ايه، بتحب تشتغل بحاجه مره واحده ولا انت من نوع الشخص اللي بيحب كل فتره بيحب يطور حاجه جديده، فانت طبعا تهتم بديت بس. وبعدها تبدا تشوف ميدي كيبورد تشتغل بيه اللي هو تقدر تعزف عليه كويس، وبعدين بتشوف بقى البرامج والالات والخامات والحاجات دي كلها والحاجات دي كلها والافكار اللي في دماغك اللي انت حابب تنفذها على البرنامج. ان في ناس ممكن معاها معدات عاليه جدا بس مش عارفه تنزل البرامج والالات والخامات والحاجات النظيفه واللي تقدر تساعدها على الشغل، فلو احتاجت اي حاجه من دول كلمني برضه تحت اسفل الفيديو. تمام، فبس كده كان فيديو النهارده، فيديو بسيط، حبيت اقول لكم ايه الخطوات اللي ممكن تاخدوها في اللي انت تشتري معدات تساعدك على انتاج تراك كويس او ميوزك عموما كويسه. فبس كده متنساش تعمل لايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بس كده كان معكم جديدكم من قناه جديدكم تو، فسلام.